قدرت تكسر لعنتها بالختم اللي معاك. طب اللي كان معاك بتدور على ده؟ هو ده اللي انت عايزه؟ هو عشان ده اللي كان مديك القوة تقف قصادي. انت ضعيف يا صابر من غير الخاتم. طيب وانا لوحدي دلوقتي والخاتم معاك هتعمل ايه يا اخي؟ يا اخي انا بشهد لك بذكائك. تستفزني عشان انتقم منك انت وابعد خالص عن حبايبك. برافو برافو يا صابر. ياه حلوة قوي نظرة الرعب اللي في عينك دي. تعرف يا صابر ان انا رجعت مخصوص عشان اشوفها؟ انا عمري ما شفت حد بيخاف على اهله زيك كده، عشان كده هم نقطة ضعفك يا مداح. طيب بما انك شهدتلي بالذكاء هقولك على حاجة يمكن تنفعك. الغلط لما بيتكرر كتير النتيجة بتكون واحدة، وانت لعبت قبل كده بكارت نقطة ضعفي اللي هم أهلي وخسرتي. ليه بقى شايفة نفسك هتكسب المرة دي؟ علشان ده.